السيد نور الدين خالدي المدير العام للجمارك الجزائرية شارك اليوم 4 أبريل 2021 على الساعة 8 صباحا وفد من الإطارات المركزية للجمارك الجزائرية بقاعة الاجتماعات للمديرية العامة للجمارك في أشغال الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك رقم 53 المقام افتراضيا عبر تقنية التحاضر المرئي. بعد كلمة الافتتاح من طرف الممثل الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وتناول الكلمة تواليا كل من الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، طلب السيد نور الدين خالدي المدير العام للجمارك الجزائرية التدخل، وذلك من أجل طلب سحب الخرائط الموظفة في عرض جمارك المملكة المغربية التي تعمد فيها ضم إقليم الجمهورية العربية الصحراوية للمغرب. كما طلب السيد المدير العام للجمارك الجزائرية سحب كل مستند إعلان أو أي وثيقة سواء كانت ورقية أو رقمية تحتوي خرائط أو معطيات تهدف إلى ضم إقليم الصحراء الغربية لأراضي المملكة المغربية، ملحا إلى أن في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب فإن الوفد الرسمي للجمارك الجزائرية سينسحب من أشغال الاجتماع الإقليمي مدراء عموم الجمارك رقم 53. الرحمن الرحيم. سيد رئيس دورة الاجتماع الإقليمي الافتراضي رقم 53 للسادة المدراء العامون للجمارك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، إن الوفد الجزائري الرسمي يطلب من السيد رئيس الدورة بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملاحق تبين أنه سيتم عرض مهام وآفاق ونتائج عمل المكتب الجهوي للاتصال المكلف بالاستعلامات في شمال إفريقيا والمدرج في الملحق السابع، أين تم ملاحظة إظهار 3 خرائط غير شرعية لمنطقة شمال إفريقيا، حيث تظهر تلك الخرائط ضم أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية